الأخت من الأخوات امبارح بتسأل عن موضوع الحجاب، كيفية الحجاب، إيه هو الحجاب؟ هل الحجاب هو الطرحة، الطرحة التي توضع على الرأس؟ هل الحجاب يا أحبابي إخواني في الله أو هي الملحفة اللي بتلبسها السيدات، أو هي العباءة السوداء، أو يا أحبابي إخواني في الله العبايات اللي هي أم مروحة دي ومش عارف الكلام ده؟ الحجاب يا أختي الله يرضى عنك، أولا المرأة يوم القيامة إذا بلغت أصبح الحجاب لها كمثل الصلاة، وتسأل عنه يوم القيامة بين يدي الله، تسأل عنه. الحجاب فرض لا خلاف فيه، الحجاب اللي هو إيه؟ بدن المرأة كله عورة ما عدا الإيه؟ الوجه والكفين، اتفقنا؟ ده مفيش خلاف، ده مفيش خلاف عند الفقهاء، إنما الخلاف في ماذا؟ في النقاب اللي هو عز وشرف للمرأة أن تتمثل بأم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة وبزوجات النبي محمد، في اختلاف عند الفقهاء. وإن كان قول الأئمة الأربعة يقولون بوجوبه، ما عدا أبو حنيفة يقول إنما يكون واجبا في ساعة الفتنة فقط، صليتم على رسول الله، أما مالك والشافعي وأحمد يقولون بوجوبه، فهو مختلف به بين ثلاثة أقوال عند أهل العلم، وهم أقوال كلها إن شاء الله نحسبها معتبرة. نقول بين الوجوب، ومنهم من قال بأنه سنة، ومنهم من قال بأنه فضيلة، أما غير ذلك فهو كلام فارغ وكلام لا يليق أبدا أن يتجهم واحد على هذا الشرف والعزة. جميل، طيب نرجع للأصل اللي هو الإيه؟ الحجاب. جميل أحباب إخواني في الله، ما هو الحجاب؟ الحجاب وصفه النبي محمد في قوله النبي صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات، هي كاسيات عاريات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة. المرأة اللي حتموت على الصفات دي لن تدخل الجنة، ده كلام النبي، ولن تجد رائحتها، وإن كانت رائحة الجنة لا توجد من مسيرة كذا وكذا وكذا. طب أقسم بجلال الله، يكفي هذا الحديث لكل امرأة عاقلة أن تضعه نصب عينيها. النبي محمد يقول كده، اسمعوا يا أحبابي إخواني في الله: كاسيات عاريات، ها، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. حنوضح كده ونقول السلام عليكم. ما هي، أين الصفات يا عم الشيخ؟ الصفات في اللي جاي بعد الصلاة على سيدنا رسول الله. جميل أحباب إخواني، الصفات في لفظ النبي محمد: كاسيات عاريات. قالوا كيف تكون كاسية وعارية؟ فاستنبطوا منه أحكام الإيه؟ الحجاب. قالوا رقم واحد: أن يكون ساترا لجميع البدن ما عدا الوجه والكفين، ده رقم واحد، يعني من الرأس إلى الإيه؟ إلى الأرض أو إلى القدمين. رقم اثنين: أن يكون فضفاضا لا يصف ولا يشف. واحدة لابسة عباية 2 متر وراها ماشي، طب ما يا أحباب إخواني في الله الفستان بيقول عليه السواريه ده كأنه مش عارف المرار الطافع ده، ما وراها 5 متر، وممكن من الرأس إلى الإيه؟ ها؟ وممكن من الرأس إلى القدمين، ومغطي كمان الوجه، ومغطي الإيه؟ مغطي الرأس، وما يظهرش منه غير الكف والإيه؟ والوجه. ومع ذلك تدخل هذه المرأة، إزاي؟ حينما يكون قد وصف إيه؟ الجسد. بين أكرمكم الله من الخلف ومن الأمام قد تجزأت، فتدخل في نفس الحديث. رقم ثلاثة يبقى هو أن يكون فضفاضا، ألا يشف ولا يجف أحباب إخواني في الله. رقم أربعة: ألا يكون ملفت، لبس الشهرة بيقولوا عليه،
اللي هو المليان باللمعان ده، وتحس ان انت فرح العمده معدي جميع الالوان عليه، يعني مش استحقارا ولا حاجه، زي ما بيقول يعني زي بدله شعبان عبد الرحيم كلها الوان. مش عارف صح ولا غلط، صح باب اخواني؟ طب دي تطلع بيها ازاي؟ اللي هم الان بيسموه الفس والمش عارف والديسك ومش عارف الحاجات دي، صليتم مع رسول الله؟ لما تخرج يقول ايه نهار ايه المعدي ده؟ يبقى ده اسمه ايه؟ والا يكون يا احبابي اخواني في الله ملابس لغير المسلمين. صلينا على سيدنا رسول الله. هذه الاشياء وجدت في عبايه نقول هو ده الحجاب، وجدت في ملحفه نقول ايه؟ هو ده الحجاب، وجدت في اي حاجه نقول هو ده خلاص. طب الاسود ولا الاحمر ولا الايه ده؟ أنا والله أعلى وأعلم أن الأسود هو الساتر، ولكن كل مكان وكل يا أحبابي إخواني في الله كل بيئة لها ألوانها، صح ولا غلط؟ إخواننا في جنوب أفريقيا بيلبسوا إيه؟ لا مش أبيض، ألوان كده أحمر جدا وأخضر جدا وأصفر جدا، مش عارف إيه، هي طبيعتهم كده، هي دي الملبس بتاعهم. صلينا على رسول الله أحبابي إخواني. فإن وجدت هذه الصفات فهذا هو بإذن الله الحجاب لأختي إن شاء الله. طب حتة الطرحة اللي فوق دي ما تنفعش. قال ربنا تبارك وتعالى وليضربن ها بخمرهن على إيه؟ يعني تلبس أختي لبسا فضفاضا يغطي من أحبابي إخواني في الله من العنق، الرأس لسه مكشوفة إيه؟ من العنق إلى آخر الجسم، جيوبهن اللي هي فتحة الصدر، ثم ترتدي فوق هذا الجلباب أو فوق العباية دي اللي هي الفاسعة، ترتدي اللي هو اللي بيسموه زي الخمار، يسدل من الرأس إلى ها إلى الإيه؟ إلى ما منتصف الإيه؟ الصدر أو إلى الركبتين. وجد ذلك فالحمد لله رب العالمين. أما ما نهره الآن، طب ده أنا بعرف دلوقتي يعني شفت كده وبرضك ماتش كورة تعبانات ومحجبات، صليت وانا محجبه وبتلعب كوره، يعني ايه بتلعب كوره؟ يعني لابسه شورت شرعي تحت الشورت لابسه اللي هو الشراب اللي بيقولوا عليه بتاع الكوره ده، ولابسه اشر ولده محجب. لا والله يا اختي ضحكوا عليك والله، لا والله ليس ذلك. فلتفهم كل امراه ان الجنه غاليه، الجنة باشا غالية، مش هب ومدبر يدخلها زي اللي قال لك كل الناس حيخش الجنة حتى النصارى واليهود وكلنا زيتنا في، ما هو فرح العمدة أنا كده واحدة على هو مباشر، مش عارف ازاي كده، ازاي احبابي اخواني في الله؟ صلينا على سيدنا رسول الله. هذا والله أعلم في تلك القضية إن شاء الله رب العالمين. احبابي اخواني في الله أحبكم في الله والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.